دايما سالي بحلقات صباحنا غير عنا مواهب، بس اليوم موهبتنا صغيرة ومميزة جدا. طفلة ما بتتجاوز ال6 سنوات أحبت الشعر وإلقاء الشعر، ونمت موهبتها أيضا على إيدين الملحن القدير خالد فؤاد حيدر. وجنى محمد معنا اليوم حتى نتعرف عليها أكثر وعلى موهبتها. يسعد صباحك يا جنى، صباح الخير. صباح النور. كيفك جنى؟ منيحة طبعا. يعني اليوم انت عمرك 6 سنين ايه، وموهبتك الشعر. الشعر، يلا احكي لنا كيف تعلمتي الشعر اول شيء؟ مين علمك يا حبيتي هيك فجأة لقيتي حالك عم تحكي شعر، ولا سمعتي كنتي عم تسمعي؟ احكي لنا هدول التفاصيل. خدي وقتك وراحتك. قال في مقدمة بدها تحكي لنا اياها سالي، ف شو تفضلي. كنتي بدك تحكي لنا؟ حتى حافظة شي تحكي لنا اياه؟ يلا. المجد للشهداء، شعب صامد وفي، جيش جبار كرار عقائدي، قائد حكيم بقدام استثنائي. إنك في عنين الأسود سوريا 10 سنوات وأسوار الشعب راسخة رسوخ قاسيون العظيم، لم تهزها قطعان المرتزقة التكفيريين الذين تكالبوا على أرضها الطاهرة من مجاهيل التاريخ وظلمات الجهود. فعلى أبوابها تمزقت أجسادهم، وعلى أعتابها تكسرت عظامهم، ودعست في أحذية جنودها رقابهم، وتبرمغت في ترابها أنوف أسيادهم. وها هم اليوم يجرون ذيول خيمتهم أذلاء أبد حورين خاسئين، فيما هي كطائر الفينيق ترفض عن جناحيها رماد الحرب الكونية، وتمضي إلى الغد المشرق رافعة الرأس ثابتة خطى واثقة أنها إنها سوريا أرض الأسياد والأشراف، رسمتها دماء الشهداء صورة هذا الزمان. يعني يا عين كمان يا جنى. جنى هي مقدمة أو شعر مهدات لسوريا وللجيش العربي السوري، هي بلشنا فيها صح؟ خبرينا مين علمك إنك تلقي الشعر وهي مخارج الحروف الصح بعمر 6 سنين؟ يعني قد إيه لك عم تتعلمي؟ شاركتي بالمدرسة بحفلات لإلقاء الشعر؟ شاركتي. احكي لنا. يعني انت عم تحكي زينب، عم تحكي جنى الشعر، واول شيء هو شعر موزون وشعر يعني احيانا الكبير صعب انه يحفظه، مخارج حروفها كانت كثير حلوه. بالمدرسه انت جنى رفقاتك بيطلبوا منك انك تحكي لهم هدول القصائد الشعر؟ يعني بتتشاركي مع رفقاتك بالمدرسه هدول القصص؟ احكي لنا هيك، يعني بس تروحي على المدرسه شو بتعملي وقت مثلا درس اللغة العربية؟ قد ايه بيكون هيك مميز عندك؟ بتحبي اللغة العربية؟ قد ايه بتحبي العربي؟ بتحبي أكثر مادة، أكثر مادة بتحبيها العربي. خلينا نسمع شيء كمان، يعني شعر ثاني. سوريا السلام بالروح بنبديها، وطول الأيام رح نبقى ناديها، فوق تراب رح نربينا والكرامة زرعت فينا، هي حاضرنا وماضينا ومستقبلنا فيها، بنحبها من بعد الله وعندنا مش نمكن نتخلى، سوريا بالدنيا كلها والسورة بتحميها، بلدنا بتضل كبيرة وعنوان النخوة والغيرة، مر عليها حروب كتيرة وما قدرت تحميها، فوق التراب نحن ربينا والكرامة زرعت فينا، هي حاضرنا وماضينا ومستقبلنا فيها، سوريا السلام. يا
يا سلام يا جنى، يعني كل الأبيات الشعرية اللي عم تحكيها أو تلقيها مهداتة لسوريا، للوطن، للجيش. قديه حلو هيك الأشعار الوطنية اللي أنت عم تحفظيها. بتعرفي مين كتبها؟ مين حفظك إياها لهي الأشعار؟ في اثنين بيكتبوا لي الشعر، كبارك بيسي وبدر شغالي. هاي القصيدة عن كبارك بيسي. تمام، نوجه له تحية أكيد. يعني جنى كمان إحنا ما عم نشبع منك، ما عم نشبع من هالحكيات الحلوين والشعر الحلو، شو كمان بدك تسمعينه؟ خذيني إليك يا حلو من أراه، كل يوم يبعد في خطاه، واحملي عندي نعش قلب ما تشهي في سماه، ولا تضربي الأمثال يا حلمي، فلا قيس يشبهني ولا أنت ليلاه، قد قلت في هواك شعر ما قلت في عمري سواه، أي جن من حمل الهوى أسفا وتكون صحار الشوق مدفاه، أنا وحدي وللعشاق مراتبهم، وسلم الوجد قلبي في أعلاه، وسيد الهوى دون مرتبتي مسكانا مريدا في مصلاه، قد زرته يوما عن غير قصد فظن أني جئت ألقاه، فأعطاني من يديه كأسا وقال ذقها، فقلت فطناه، هذا الذي تسعى إلينا به نحن الذي نقضع صرناه، أما تذكر من جئت ما تحبو، فكم إليك من كأس صممناه، وأذنا لصلاة العشق آذان، فكان قلبي أول من لبى وناداه، فصليت في محراب العاشقين إماما، وصلى وراء الهوى وأسراه، فألبسني سيد العشاق عباءته، وقال لي كلاما لست أنساه، أنا مذ خلق الهوى عبدا له، وأنت اليوم سيدنا ومولاه. يعني يا جنى يسلم هالتم، وإن شاء الله منشوفك من الشاعرات السوريات المهمات بالبلد وخارج البلد، وبترفعي اسم سوريا وين ما رحتي. موفقة يا جنى، وشكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لك جنى، موفقة هيك حتى بكل مجال دراستك، واكيد يعني يمكن زينب هيك مواهب نحن بنفتخر فيها وبننبسط من قلبنا فيها. أكيد كيف اذا كانت هيك من اطفال عن جد تربوا على حب الوطن والوطنية، وكانت اشعارهم تخص سوريا، وبننبسط سالي انه لهلا في بهذا العمر ناس محافظة على اللغة العربية. برافو. وعلى كمان انه تحفظ الشعر العربي اللي هو صار يمكن من الشغلات التراثية. صحيح. فكتير يعني انبسطنا فيها لجنى. كتير برافو يا جنى، وأكيد نشوفك بشغلات تانية يعني. باي.